معزي العالم الإسلامي والمراجع العظام ولا سيما بقية الله في الأرض الإمام صاحب العصر والزمان، وبمصابنا بهذا السيد الشهيد البطل السيد حسن نصر الله، والذي قارع الظالمين طوال 32 عام، وهو بهذا الاستشهاد الميمون المبارك الذي حقيقة تحول من استشهاد إلى نصر وإلى إعطاء قوة للمدافعين من أنصار حزب الله أو الأخوة المجاهدين في غزة أو المقاومين في العراق أو أيضا في الحوثيين، وهو أعطى يعني دفعة جديدة وحياة جديدة ونهج جديد للمقاومين. اليوم حضرنا في جامع الزوية في الكرادة مأتما أقامته المستشارية الثقافية السفارة الجمهورية الإسلامية في بغداد. حقيقة هذا الرجل قد أبدى من عمره 30 عاما هو في الجهاد، حيث كان شبابه قد قضاها في سبيل مساعدة الضعفاء المستضعفين، وبالتالي هو كان رجل يعتبر سيد المقاومة، وأنا أسميه أبو القادة. حقيقة هو مدرسة للجهاد، هو جامعة للجهاد. اليوم حضرنا مجلس عزاء لفقيد الأمة الإسلامية وبطل التحرير وقائد النصر والضرورة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله، وكان على رأس المستقبلين معالي سفير الجمهورية الإسلامية. قبل عام من الآن لم تكن الرواية مكتوبة، لم تكن الصورة واضحة، كأن فلسطين كانت خيالية وخالية من الأحداث، حيث لا جرائم ولا شهداء ولا تهجير ولا حتى سجناء، كأن الأوضاع كانت وردية ونحن من يروج بأنها سوداء وحتى رمادية، إلى أن جاء الطوفان فغير المعالم وأوضح الملامح وأزال الغبار عن الحقيقة. أصوات صدحت من تحت الركام وأبطال سطروا أروع الملاحم، كيان أهدر الدماء في قطاع غزة وكرر الاعتداءات في الضاحية الجنوبية، عاث في الأرض فسادا وإجراما ولم تقف أمامه لا قوانين ولا أعراف ولا دول غربية ولا حتى أعراب. محور المقاومة فقط من حمل السلاح وفتح الجبهات ووحد الساحات وخلف الخسائر في جسد الكيان الهزيل. صد ورد عمليات مسيرات صواريخ واغتيالات وحرب مفتوحة على كل الاحتمالات، فيها شجاع مساند وفيها جبان متخاذل، وفيها من ناصر القضية ولو بكلمة، وفيها من سطر حروفه مع الظالم. فشكراً لطوفان الأقصى الذي نقل الحقيقة وأوضح الوجوه الحقيقية من زيف الأقنعة. أهلاً بكم. قبل ما نبدأ محور حديثنا لهذا اليوم، خلونا نشوف وإياكم تقرير الزميل شيبان سامي عن مبادرة شباب المجلس الأعلى الإسلامي لتأبين الشهيد القائد سماحة السيد حسن نصر الله وتزيين شوارع بغداد بذكره. لنتابع.
مواكب عزاء شعبية ورسمية أقيمت في بغداد وعددا من المحافظات على روح الشهيد المجاهد السيد حسن نصر الله، التي تمثلت بتوزيع صور الشهيد على المواطنين تعبيرا عن إدانة جرائم الكيان الصهيونية في فلسطين ولبنان. هذا الموكب والعزاء والمراسيم والله هاي كلها قليلة بحق المقاومة الإسلامية، ونحن الشعب العراقي من يعني مواطن، فكل هذه التقديمات يعني جزء يعني أبسط شيء جاي نقدمه للشهيد وجميع الشهداء وخاصة الشهيد المقاومة حسن نصر الله. الأعمال واضحة في الشارع العراقي من خلال إقامة مجالس العزاء، كل مواطن يستطيع أن يقدم كل ما يملك من خلال توزيع المنشورات، إقامة مجلس عزاء، ندوات فكرية، ندوات ثقافية. مبادرة شباب المجلس الأعلى تنسجم مع مواقف المرجعية الدينية اتجاه لبنان من خلال إطلاق حملات الدعم والإغاثة التي بقيت مستمرة حتى الآن، فضلا عن إرسال رسائل تضامن إلى الشعب اللبناني وضد العدو الصهيوني الآثم. ومبادرة سماحة المرجع السيد سيستاني بإغاثة الشعب اللبناني الشقيق، وهذه حملات الإغاثة، ومثل ما تلاحظون المواكب الآن حاضرة في شوارع بغداد وأغلب محافظات العراق لإنصار وإغاثة الشعب اللبناني الشقيق. منذ تصاعد الاعتداءات الصهيونية على لبنان، أكثر من 5000 نازح لبناني دخلوا إلى العراق، رافقتهم التسهيلات الحكومية التي تضمنت الدخول بلا جواز سفر وإلغاء مخالفي شروط الإقامة، إضافة إلى تسهيل قبول الطلبة في المدارس والجامعات العراقية. من بغداد، شبان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور الحديث في حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن مرور عام على عملية طوفان الأقصى وتطورات الأحداث في لبنان والاستعدادات الإيرانية للرد المحتمل من الكيان الصهيوني خلال الساعة القليلة المقبلة. راح نتناقش بهذه المحاور مع الباحث في الشأن السياسي الأستاذ وائل الركابي. حياك الله أستاذ وائل. مرحبا. كما أرحب كل الترحيب بالباحث في الشأن السياسي الدكتور هيثم الخزعلي. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا أستاذ وائل. بداية خلينا نحكي عام مر على طوفان الأقصى، ما الذي تغير خلال هذا العام؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرة السيد فرح والأخ العزيز ومشاهديكم الكرام. حقيقة يعني في رأيي الشخصي أنه إذا تغير شيء فهو تغير لصالح المقاومة من خلال ثباتها ومن خلال بقائهم وإصرارهم على تحقيق النصر على الرغم مما تعرضوا له من هجمات ومن ضربات بعيدة عن الأخلاق وبعيدة عن الإنسانية وبعيدة حتى عن القوانين الدولية التي تلزم أطراف الحرب في أن يلتزموا بها، وهي الابتعاد عن المدنيين، الابتعاد عن البنى التحتية، الابتعاد عن المستشفيات، عن كل ما يمر به. العملية يبدو لي لحد الآن منذ 7 أكتوبر العام الماضي هي لا تزال عالقة في ذهن نتنياهو وعالقة في ذهن كل أصحاب القرار المتطرف داخل هذا الكيان الغاصب، لأنهم تفاجأوا بهذه العملية وبهذه القدرة والإمكانية التي قام بها المقاومون من حماس. هذه وجهة النظر اللي تنقلها وجهة نظر المقاومة، لكن خليني أنقل لك بعض الأصوات التي تسمى بالنشاز، يقول لك إيش يعني إيش حققت على أرض الواقع؟ هنالك دمار، هنالك يعني شهداء، هنالك تهديم للبنى التحتية، فماذا تحقق بالفعل؟ أنا أعيد السؤال على هذه الأصوات النشاز، أقول ماذا حقق الكيان الصهيوني منذ سنة رغم تدميره لكل يعني المعالم الإنسانية في غزة وما نشاهده الآن في لبنان؟ هل حرر أسيرا إسرائيليا؟ هل استطاع أن يلقي القبض على مقاوم وعلى قائد من حركة حماس ومن الأبطال المقاومين في غزة؟ هل استطاع أن يدخل إلى غزة بدباباته ويسيطر على المنطقة؟ أبدا لم يحقق. إذن إذا كانت هناك أهداف، أنا أقول أنه المقاومة في حركة حماس استطاعت أن تحقق أهدافها، أخذت أسارة وقامت بعمليتها في 7 أكتوبر العام الماضي وبقيت صامدة. أما فقداننا لمدنيين،
هذا إقرار واحتراف ضمني من خلال هذه الأصوات على أن نتنياهو ومن يقف خلفه بالدعم أنهم ينتهكون كل معاني الإنسانية. وبعد أكو شك أستاذ وائل، نعم، بعد هاي الجرائم أكو شك واحد يقول نتنياهو ما انتهك حقوق المدنيين؟ نعم لحد الآن، نعم لحد الآن، لحد الآن يعتبرون أنه هذه أهداف قد حققها القصف الصهيوني على على المدنيين، يعتبرونها أهداف، ما يعتبروها مدنيين ويعني عملية خرق للقوانين وخرق للمعاني الإنسانية أبدا. هكذا تقول على الأقل، يقول إعلامهم الداخلي داخل الكيان الصهيوني وبقية الأطراف الداعمة لهم سواء كانوا عربا أو أمريكان وغيرهم. أستاذ هيثم، بصراحة خلينا نتحدث عن المعطيات الاستراتيجية للمنطقة، ما الذي تغير بعد 7 أكتوبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء نرحب بكم وبضيفك الكريم أستاذنا الدكتور وائل وجمهوركم الكريم، حياك الله. الحقيقة أنه نسأل أولا لماذا 7 أكتوبر قبل أن نقول يعني ما الذي تغير بعد 7 أكتوبر، وأصلا لماذا يعني حدثت 7 أكتوبر. يعني قبل 7 أكتوبر كانت فقط غلاف غزة تحاصر غزة منذ 20 عام وتمارس القتل اليومي، يعني هذا القتل الذي نراه الآن على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام كان يتم خفية، كان أحيانا يتسلى الجنود في غلاف غزة بقنص المدنيين، والمنطقة تعيش في حصار خانق. ثم بعد اكتشاف حقول الغاز التي تمتد من سواحل سوريا إلى جنوب مصر وهناك كثافة كبيرة بحقول الغاز أمام غزة، كان من المقرر أن يقوم الكيان الصهيوني بهجوم ويبيد المقاومة في غزة ويقوم بتهجير أهلها ويستحوذ على المنطقة ويبدأ بمنح الاستثمارات. يعني نية الكيان كانت قبل 7 كانت أكتوبر. قبل 7 أكتوبر، و 7 أكتوبر كانت ضربة استباقية، ويقوم بمنح الاستثمارات للشركات الأمريكية والبريطانية، حتى صهر ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا الذي كان متحمس وإلى الآن بريطانيا متحمسة للمجازر والإبادة الجماعية كان إحدى الشركات التي تستثمر، وهناك دول عربية أيضا كان لها رغبة بإجراء التطبيع والاستثمار بهذا الغاز، وبعض الدول تبرعت بإنشاء رصيف على الساحل لمساعدة أهل غزة، والحقيقة تريد أن تضع موطئ قدم لتبدأ بالتنقيب عن الغاز في هذه المنطقة. جاء 7 أكتوبر ليقلب المعادلة، فتوجيه ضربة إلى الكيان الصهيوني، إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة، الحصول على أسرى، إظهار حقيقة الجرام الصهيوني وإجرام داعميه أمام العالم، إظهار استهتارهم بالمجتمع الدولي وبالقوانين الدولية، كسب تعاطف الشعوب التي تظاهرت في الولايات المتحدة. في بريطانيا كان 500,000 شخص يتظاهر يوميا إلى أن أسقط ريشي سوناك في الانتخابات. الدول أمريكا اللاتينية والكثير من الدول الإسلامية والآسيوية ومحكمة العدل الدولية، كل هذا أصبح بصف القضية الفلسطينية بعد أن ذهبت إلى الهامش وغياها بالنسيان ووقع على تغطيتها الحكام العرب بأسف. أريد أسمع وجهة نظرك، هي هذه المعركة أمريكية لو إسرائيلية؟ من يدير هذه المعركة؟ هذه المعركة تديرها الولايات المتحدة الأمريكية، والإسرائيلي مجرد أداة للتنفيذ. والمشكلة أنه لدينا حتى في المنطقة العربية يعني ضباب بموضوع المفاهيم. البعض يعرف أنه اللوب الصهيوني يتحكم في الانتخابات الأمريكية، نعم، ولكن من يتحكم بالصهيونية العالمية هي الصهيونية المسيحية وليست الصهيونية اليهودية. الصهيونية المسيحية والإنجليكانيين هم هؤلاء الدولة العميقة التي تدير الولايات المتحدة، وهم في عقائدهم عندما تجمع اليهود بين النيل والفرات يظهر السيد المسيح حتى يقضي على هؤلاء. هم بنفس الوقت يريدون القضاء على اليهود، ولكن في هذا الوقت يريدون أن ينفذوا بهم مشروعهم. فبالتالي الكيان الصهيوني أداة، وشهدنا أنه لا يستطيع أن يقاتل لولا التسليح والدعم والتكنولوجيا والمعلومات. الكثير من المحللين السياسيين قالوا أن الأمريكا والولايات المتحدة لا تريد أن تجر نفسها إلى حرب مفتوحة، لكن نتنياهو يفعل العكس تماما، فمن يريد أن يورط من؟ يعني توجد وجهتان نظر في هذا الموضوع. الموضوع الأول أن الولايات المتحدة خصوصا في فترة الانتخابات
لا تريد الدخول بحرب شاملة لأنها تعتبر حرب استنزاف لها، وبنفس الوقت أنه تهدد بارتفاع أسعار النفط. بمجرد الضربة الإيرانية قفز النفط 5%، وصل إلى 75.40 سنت، ارتفع غالون البنزين في الولايات المتحدة 15%. بالتالي هذا يسقط الرئيس الأمريكي، لأن المواطن الأمريكي يصوت لجيوبه لمصلحته. والأمر الآخر، الولايات المتحدة تدفع للتصعيد بأوكرانيا وروسيا، أن القتلى من الطرفين ليسوا أمريكان، ولكن إذا دخل الكيان الصهيوني باشتباك مباشر قد تضطر أن تدخل هي مباشرة لمساعدته، وبالتالي تتوقع هذا السيناريو؟ طبعا هذا الأمر حتمي إذا وقع الكيان الصهيوني في مأزق، وكل ما يكون في مأزق الولايات المتحدة تنقذه. فإذا تدخلت الولايات المتحدة وسقط جنود أمريكان في فترة الحرب، أيضا سيؤثر على الانتخابات بالنسبة للرئيس الأمريكي. هذه وجهة نظر، ولكن وجهة النظر الأخرى تقول بأن هناك مشروع كبير هو شرق أوسط جديد، ما تحدث عنه نتنياهو، وأنه الكيان الصهيوني يستحوذ على الساحل البحر المتوسط وحقول الغاز، كي يتم قطع الغاز الروسي بشكل نهائي، وجعل الكيان الصهيوني بوابة المنطقة لتصدير الطاقة بالاشتراك مع بعض الدول العربية المطبعة، ومن يستورد السلع والبضائع لهذه الدول، ثم تتفاغ الولايات المتحدة للصراعات الأكبر. واللاعب الروسي راح يسكت عن هذا الموضوع؟ يعني هذه توازنات قوى، وأنا أتوقع أنه الحرب الشاملة تبدأ في منطقتنا وتنتهي في الباسفيك في المحيط الهادئ. طيب، من فلسطين ينضم إلينا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة الأستاذ عبد المجيد شديد، حياك الله. بداية دعنا نتحدث عن المعطيات في فلسطين، ما الذي تغير بعد 7 أكتوبر؟ تفضل. تحية لك ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين، والرحمة لأرواح شهدائنا الأبطال، والتحية للمقاومة التي تسطر أروع ملاحم التحدي والصمود. نحن اليوم على أعتاب العام، يوم غد بإذن الله سيكون لنا عام في هذه المعركة البطولية والملحمة البطولية، معركة طوفان الأقصى، هذه المعركة التي أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعد أن خطط الاحتلال الصهيوني والشيطان الأكبر في المنطقة أمريكا وأعوانهم من بعض حكام الدول العربية إلى تصفية القضية الفلسطينية والتآمر على القضية الفلسطينية من أجل إنهاء القضية الفلسطينية. واليوم هناك تآمر من جديد على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من بعض حكام الدول العربية الذين أصبحوا بالنسبة لهم قطاع غزة هو عبء، ويريدون أن ينهوا قطاع غزة والمقاومة في قطاع غزة. ولكن على أعتاب العام أفشلت المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة، أفشلوا هذه المخططات التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وأيضا ما قام به هذا النتن وهذه الحكومة النازية، هذا النتن نتنياهو وهذه الحكومة النازية بعدة وعود، كما بدأت عندما بدأت المعركة والإبادة الجماعية على أهلنا وأحبتنا في قطاع غزة، خرج هذا النتن وهذه الحكومة وقالوا بأننا سننهي المقاومة في قطاع غزة وسنعيد الأسرى الصهاينة الذين هم بأي يد المقاومة الفلسطينية دون شرط أو قيد. ونحن اليوم على أعتاب العام، لنا عام نقارع هذا الاحتلال الصهيوني، لن يحقق هذا الاحتلال الصهيوني وهذه الحكومة وهذا نتنياهو أي من ما وعده على الأرض، بل بالعكس المقاومة الفلسطينية تزداد قوة، تزداد صلابة، تنفذ عمليات فدائية. يخرج قادة المقاومة يصرح، وخرج قبل يعني فترة من الزمان القائد والمناضل أبو عبيدة المتحدث باسم المقاومة جميعها، اليوم يخرج ويتحدث وقال بأن الصهاينة يغرقون في رمال قطاع غزة. وهذا فعلا يعني العمليات التي نراها والبسالة والبطولة والشجاعة التي نراها من المقاومة الفلسطينية الذي يحمل العبوة ويذهب ليوضعها تحت آلية مصفحة للاحتلال وخلفه طائرات مسيرة، جميع أنواع الطائرات في السماء، وأيضا هناك المصفحات الأخرى، ويذهب هذا المقاومة الفلسطيني وضع هذه العبوة ويعود ويفجر هذه العبوة. هذا يدل عن جبن، أو في البداية جبن هذا الاحتلال الصهيوني يكون مختبئ داخل المجنزرات وداخل الدبابات المصفحة، والمقاومة الفلسطيني الذي يعي بأن فلسطين كل فلسطين لنا ويؤمن بعدالة قضيته يذهب بكل عزيمة وكل قوة وبكل بسالة يضع هذه العبوة. هذه هي نتائج طوفان الأقصى اليوم، كشف زيف هذا الاحتلال الصهيوني وما كان يتباهى به من قوة
يرعب بها وضحت الفكرة أستاذ عبد المجيد، يرعب بها بعض المتخاذلين من الذين يلهثون إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. نعم. هؤلاء الذين الآن مقاومين الفلسطينيين الذين ذهبوا، يعني ليس عندي يعني عدد كبير ولكن من 1000 إلى 1500 مقاتل فلسطيني، وكانوا قبل بداية معركة طوفان الأقصى قطاع غزة يتعرض إلى حصار خانق منذ 17 عاما، طور نفسه من عتاده ومن قوته العسكرية ومن تدريبه، وهذا يدل عن عزيمة المقاومة الفلسطينية. طيب. وعزيمة الشعب الفلسطيني والحاضنة الشعبية التي يقوم بها التي طيب يعني استاذ عبد المجيد. نعم صوت غير واضح، وضحت الفكره. نعم لو سمحت لي ننتقل الان الى لبنان، معي علي نكار الباحث في الشان السياسي. حياك الله استاذ علي، الحمد لله على السلامه. انت الان تتعرض الى قصف من قبل الكيان الصهيوني، ممكن تحدثنا عن الاوضاع؟ نعم لكم ولضيوفكم الكرام المشاهدين، وشكرا لكم. بالفعل انا اعتذر على التاخر لانني كنت بمكان واضطررت للمغادره وانتقل الى مكان اخر اكثر امنا. الحمد لله على سلامتك. خليني بالصوره استاذ علي. نحن على اعتاب الذكرى السنويه الاولى. انا بالبدايه اؤيد ما قاله ضيفك العزيز حول ان 7 اكتوبر كانت عمليه استباقيه لما حضر لغزه مسبقا. وما نشهده في غزة هو عملية محضرة مسبقا، وإبادة غزة قرار أخذه نتنياهو بالشراكة مع بايدن، وكانت مخطط لها بعد 2 أو 3 يعني قرابة أيام الشتاء لكي يحل بأهل غزة البلاء العظيم، لكن حكمة القيادة كانت بأخذ القرار والبداية. أما على صعيد لبنان نحن نشهد إبادة جماعية ممنهجة أيضا للشعب اللبناني كله، ليس لفئة معينة. العدو الإسرائيلي يستخدم طائراته التي يستقوي بها حاليا على الشعب اللبناني، ويقول ويستعمل نفس الذراع التي استعملها طيلة السنة في غزة، يقول ويكذب ويخلق ذريعة معينة أنني أستهدف هذا المكان لوجود مقاومة فيه، وهو بالفعل يستهدف أماكن مدنية، مدارس، بيوت، مجمعات سكنية. والدليل على ذلك أن قدرة المقاومة في لبنان لم تتراجع حتى مع اغتيال قائدها، بل ازدادت صلابة، واستعمال المقاومة للقوة كان استراتيجيا، بينما كان استعمال القوة لدى الكيان الغاصب قوة تدميرية تحت نظرية يسمونها عقيدة الضحية أو عقيدة التضمين والترويج. ابقى معي لو سمحت أستاذ وائل، يعني هذه التطورات وفي تسارع هذه التطورات اليوم أو ربما في الساعات القليلة المقبلة، يعني إيران تستعد لمواجهة الرد من الكيان الصهيوني، ما السيناريوهات من وجهة نظرك؟ يعني إذا ما تجرأ نتنياهو على اتخاذ هذه الخطوة باستهداف الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتأكيد الآن يعني نجهل يعني عملية الرد كيف ستكون، هل ستكون عبر الطائرات كما تم يعني تمت المعلومات تقول أن استعانة أو دعم الأمريكان أو غيرهم إلى هذه الطائرات الإسرائيلية بطائرات إرضاع جوي لأنه المسافة البعيدة، أو أنه تستهدف بصواريخ أرض مثلا. زي. نوعية الأهداف، ما هي الأهداف التي س يعني تقصدها أو تضربها إسرائيل؟ هذا الأمر متوقف يعني منذ ليلة الأمس، وكانت يعني الأخبار تشير إلى أن ثمة رد إسرائيلي على القصف الإيراني، هو يعني المفروض يكون البارحة. اليوم توقع البعض أنه الهجمة ستبدأ اليوم أو بعد ساعات إذا ما حصلت الضربة فعلا. أنا أتصور أنه الموقف في المنطقة متوقف على نوع الهجمة، نوع الأهداف التي ستبدأ. فسر لي هذا، يعني شنو الهجمة يعني بمعنى اللي ممكن أن تشغل المنطقة؟ إذا الكيان الصهيوني استهدف المفاعلات النووية، استهدف الطاقة النفطية، استهدف شخصيات كاغتيالات في ما جرى في الضاحية الجنوبية في بيروت، هذا الأمر لا
يعني أعتقد أن الحرب ستأخذ مدى أوسع والمنطقة ستدخل في يعني حالة لا يحمد عقباها. العراق إذا لا قدر الله دخلت المنطقة في حرب، وين دور العراق؟ عزيزتي العراق جزء من هذه المنطقة، يعني نحن ماذا نريد بعد الذي رفع نتنياهو الخارطة ووضع العراق ضمن محور النعم النقمة، سماه النعمة والنقمة بمعنى محور الشر. فبالتالي عندما يرفع نتنياهو ودون رد أو تعليق من أي طرف آخر، لا للأسف الشديد لا عراقيا أن استنكر هذا الأمر ولا دوليا أنه أيضا قالوا له يا بعلى كيفك أنت توزع المنطقة على مزاجك، يقول لك أنا ما معترف به أصلا، يقول لك أنا ما معترف به أصلا، شلون أرد على واحد أنا ما معترف به أصلا؟ هسه ما يخالف، لكنه أنت ما ترد ما معترف به، يعني مو بالضرورة يعني أن عملية عدم الاعتراف السكوت وغض النظر على حديثه وعلى تصريحاته التي يضعك فيها. فبالتالي عندما هو وضعني في هذه الخانة، العراق جزء من هذا المحور. نعم نحن لسنا طلاب حرب، والحكومة العراقية ولربما حتى بقية الدول وعلى وفي مقدمتها الجمهورية الإسلامية في إيران أنهم يسعون إلى التهدئة ويسعون إلى عدم إدخال المنطقة في حرب شاملة، لكن إذا ما أجبروا حينها وما حيلة المضطر إلا ركوبها سيردون. إيش عجب إسرائيل؟ إسرائيل من يعني تختال أو تعمل تصفية لأحد الزعامات السياسيين في سيد الجنوب سيد المقاومة، يعني ما تنوه، لماذا كل هذا التنويه والضجة الإسرائيلية؟ سنقصف سنقتال سندمر، لماذا؟ يعني أولاً من أمن العقاب أساء الأدب، يعني هذا بشكل بسيط يطلق على إسرائيل. للأسف الشديد مدعومة من قبل الأمريكان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكل الدول العظمى الكبيرة، إسرائيل لا تعترف بالقوانين الدولية الموضوعة من قبل المنظمات الأممية، إسرائيل تحظى بدعم للأسف الشديد من قيادات عربية يفترض أن تكون هي صاحبة الموقف الرادع على الأقل على الصعيد السياسي. جهات عراقية تدعم الكيان؟ جهات عراقية تدعم الكيان؟ يعني لا بالمشاعر بالكلمات لا طبعا تحت الطاولة لا بالمشاعر علني أستاذ بالمشاعر والإعلام لدينا تغريدات واضحة لن يخجل منها أصحابها سياسيا تحت الطاولة لربما سياسيا أنا أتصور من يدعو يعني أو يحمل المقاومة ويحمل عدم الدخول في هذه الحرب يعني إذا أجبرنا عليها طبعا أنا أؤكد حتى لا يستقطعون حديثي بكرة ويظلون يروجون عليه إذا ما أجبر العراق على الحرب البعض يرفض من يرفض خروج الأمريكان من العراق هو داعم إلى الإسرائيليين يعني هذه ضمن عملية معادلة طبيعية أنت أمريكا تدعم إسرائيل هناك مشروع إسرائيلي يقول إلى الشرق الأوسط الجديد وإلى دولة إسرائيل الكبيرة من النيل إلى الفرات تبقى القوات الأمريكية أطراف موجودة سياسية منهم مثلاً إخواننا السنة يرغبون في بقاء الأخوة الأمريكان وكذلك الكرد يعني هذول ضمنياً يدعمون الكيان الصهيوني هسه أني شوفي هذا الحديث بعض الأحيان يقول لك أني ضد استهداف المدنيين زين لكنه أني ما إلي علاقة بإسرائيل إسرائيل قاعدة لو ما وجود المقاومة هذا النفس اللي يطرحون به هذا الطرح طبعا هذا اللي يتبنى بهذا الطرح والمشكله لن يجرؤوا سيد فرح يعني ماكو واحد يجرأ ويجي يقول انا مع اسرائيل من العراق بس احنا تداولنا في وسائل الاعلام في حديث سابق مع حضرتك اكو قواعد للموساد في اقليم كردستان يعني حسب المعلومات الاستخباريه الايرانيه التي على ضوءها قصفت ايران منطقه في كردستان العراق كانت ايران صرحت بانها سلمت الحكومه العراقيه موقف العراق الرسمي شنو كان الموقف العراقي الرسمي داعم الى القضيه الفلسطينيه لا اكو قواعد لو ماكو قواعد لا ما تحدث الاعلام العراقي الرسمي ما تحدث بشكل علني الا انه نوه عن عدم وجود هكذا قواعد من خلال اللجنه اللي ذهبت بعد القصف تحدث السيد أعتقد الأمن القومي زين شنو دور هذه القواعد في حال نشبت الحرب يعني إذا موجودة فبالتأكيد أن يعني إيران لها الحق في أن تخشى من الوجود في هذه لأنه تتجسس على
إيران وتتجسس على الحشد الشعبي وعلى فصائل المقاومة بشكل عام، إضافة إلى أنها المسافة لها أقرب في عملية تنفيذ بعض أدواتها التي تستخدمهم لا سمح الله داخل الأرض العربية. دكتور هيثم، شنو رأيك بالمعطيات؟ يعني الحقيقة هناك سيناريوهات كثيرة طرحت، بعضها قال بأن الكيان الصهيوني ربما يشن غارات بطائرات ويحتاج إلى أرضاع جوية واستخدام قواعد في الخليج، وفي هذه الحالة أي دولة تنطلق منها الطائرات الإسرائيلية سوف تكون هدف، فلا أعتقد أنه سوف يحصل على موافقة دول الخليج، بالتالي لجأ إلى موضوع الطائرات الأرضاع الجوية الأمريكية. ولكن هذا الموضوع ايضا هم تقف يعني عقبه امامه، انه روسيا منحت ايران اس 400، وبالتالي سوف يكون ترويج لاس 400 باسقاط اقوى طائره امريكيه الاف 35، فلا اعتقد الولايات المتحده ستمنح روس هذه الفرصه ولن تسمح باستخدام طائرات اف 35. ربما تكون الضربه بصواريخ وتستهدف منشات معينه نوويه، يعني استهداف المنشآت النووية، وحسب علمي بأن أكبر منشأتين ربما تكون تحت قمم جبلية وعلى أعماق كبيرة من الأرض، فلن تؤثر بها الصواريخ أو القنابل مهما كان، لأنه حتى التقنية النووية عندما تستخدم الحفر ممكن تصل 500 متر 600 متر، هذه القواعد ربما أعمق من هذا الأمر. لماذا هذه المرة نوه الكيان عن الهجوم على إيران؟ يعني هو ارتعب لأنه اهتزت صورته أمام العالم كله وأمام الشرق الأوسط. إيران هاجمته مرتين خلال فترة قصيرة واستطاعت أن تخترق الدفاعات الجوية، ولديه منظومة آرو، لديه منظومة مقلاع داود، لديه القبة الحديدية، لديه منظومات باتريوت، وكل هذه تجاوزتها الصواريخ الإيرانية وصلت إلى أهدافها طبعا بتكتيكات عسكرية معينة. الصواريخ فرق صوتية، تم ضرب منظومة الآرو أولا بصواريخ فرس صوتي، القبة الحديدية تم تعطيلها بهجومات سبرانية، ثم تضليل المقلاع داود بعدد من الصواريخ، وبعض الصواريخ أو جزء كبير من الصواريخ وصل إلى أهداف. فللمرة الثانية تستطيع إيران أن تصل، المرة الأولى ضربت أيضا قاعدتين بعد أن أشغلتهم بطائرات مسيرة قديمة وصواريخ قديمة. وفقط أريد أن أؤكد على شيء، أنه الهجوم الثاني كان مبني على معطيات الهجوم الأول. الكثير تحدث عن الهجوم الأول أنه كان هجوم مسرحية، الحقيقة وليس مسرحية ومسرح، يعني إيران أطلقت 120 طائرة قديمة رخيصة لا تحمل تكنولوجيا عالية، كشفت بها منظومات الدفاع وأنواعها وقدراتها ومواقعها والدول التي تدافع عن الكيان الصهيوني، وألجأته إلى الملاجئ وأظهرته بصورة الضعيف ويحتاج إلى 10 دول، وأطلقت كذلك عدد من الصواريخ القديمة، ولكن الحقيقة أنه أهدافها فقط قاعدتين تم استهدافها ب 11 صاروخ أو 12 صاروخ وتم الوصول لها. هذا يؤكد ضمنيا إذا ما ردت إيران الرد الثالث سيكون مبني على المعطيات الثانية والأولى طبعا، ولكن هذه المرة سوف يكون غد أكبر، وقد لا يشمل مواقع عسكرية، قد يشمل يعني الكيان الصهيوني لديه 3 محطات كهرباء، لديه منصتين أو 3 الغاز في الموانئ وهو يعتمد عليه بشكل عام، وإيران دولة كبيرة بها الكثير من المنشآت، لن يؤثر عليها استهداف واحد أو اثنتين، وإذا أراد أن يضرب المفاعل أنه يحتاج إلى أكثر من 100 طلعة. العراق وين من هذه المعادلة؟ يعني العراق ايضا انطلقت منه صواريخ يعني المقاومة باتجاه الجولان المحتل واسقطت جنود قتلى من الكيان. نعم، ولكن على المستوى الرسمي الان هو التقاصف يتم بشكل معلن ورسمي بين الجمهوريه الاسلاميه في ايران والكيان الصهيوني. ما لم تنشب حرب تهدد الامن القومي العراقي لا اعتقد ان العراق سينخرط كدوله، ولكن كمحور المقاومه العراق منخرط منذ يوم 7 اكتوبر الى الان. ماذا لو أدرك الكيان أن العراق يجب أن يكون منخرطاً في هذه الحرب؟ أنا قلت أنه العراق منخرط، هو من أول أيام قام 176 هجوم على القواعد الأمريكية التي كانت تدير المعركة وتزود السلاح وتوفر الدعم اللوجستي، بل حتى كان مفترض أن تكون قاعدة عين الأسد تقدم الدعم اللوجستي للكيان في فلسطين، ولكن استهدافاتها المتكررة
هي من ألغت هذا المشروع. هل من ممكن أن نشوف قصف من الكيان لمواقع حيوية في العراق؟ طبعا وممكن يكون هذا الأمر، والعراق متعود على موضوع أن يتم استهدافه، والكيان الصهيوني أصلا في فترة السيد عادل عبد المهدي قصف مخازن الحشد الشعبي بدون أن يكون هناك قتال. أستاذ عبد المجيد، بالعودة إليك، يعني ما رد فصائل المقاومة الفلسطينية في حال استهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الكيان، وهنالك وسائل إعلام وأيضا مصادر عسكرية من داخل الكيان تحدثت عن هجوم إسرائيلي محتمل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ يعني نحن نؤكد في فصائل المقاومة الفلسطينية، ونحن جزء اليوم من محور المقاومة الذي من اللحظة الأولى لبداية معركة طوفان الأقصى والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، هذا المحور العظيم الذي لن يتآنى لحظة عن الوقوف والدعم بكل قوة للفلسطينيين المظلومين وللفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وفتح ذراعيه بالدعم السخي ليس فقط بالسلاح وبالخبرة وبغيره، بل بعمله على الأرض أيضا بعملياته النوعية التي تنفذ من محور المقاومة اليوم. واليوم يعني هي وحدة الساحات التي نتحدث عنها اليوم، حتى في حال يعني قطفت أو رد العدو السجوني، وهو متوقع يعني في أي لحظة متوقع أن يعني بعد التصريحات التي خرجت من قادة العدو السهيوني، متوقع في أي لحظة أن يكون هناك رد من الكيان السهيوني وحلفائه، نوعية الرد وشكل الرد ومكان يعني المكان الذي هو سيستهدف به الاحتلال السهيوني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولكن المقاومة الفلسطينية ستبقى في وحدة الساحات، ستوجه بكل قوة الضربات الموجعة لهذا الكيان الصهيوني، العمليات النوعية لا. التي تنفذ كل يوم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. رأينا هناك تصعيد، من يتابع جيدا هناك في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية تصعيد العمليات الفدائية النوعية في الضفة الغربية، وكان آخرها اليوم أحد الأبطال الذين نفذوا عملية في مدينة بئر السبع المحتلة، وهي بالنسبة للاحتلال الصهيوني يعني منطقة عسكرية مغلقة. يعني بئر السبع هي من المناطق التي يعني محتلة عام 48، والدخول إليها من الفلسطينيين صعب جدا. وقبل أيام قليلة عندما كان هناك الرد من الأخوة الأعزاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان أيضا في نفس الدقيقة استغل المقاومين الفلسطينيين من مدينة الخليل مقاومين فلسطينيين اثنين واقتحموا. إذن أستاذ عبد المجيد، هل هي عملية إلهاء؟ نعم، عملية إلهاء. لم أسمع الصوت. هي عملية إلهاء الجنود، وبالتالي يعني أنت تحدثت الآن عن الرد الإيراني، قلت أن هذه العمليات، هذه النوعية من العمليات جرت، وهذا سبب إرباك وسبب عملية إلهاء لجيش الكيان الإسرائيلي. نعم، استغل الفلسطينيين يعني الاستنفار الذي كان عند الاحتلال السجوني والرعب والذعر عند الاحتلال السجوني، وهاجموا أحد جنود الاحتلال المدجج بالسلاح وسيطروا على سلاحه ونفذوا عملية فدائية بطولية قتل فيها خلالها يعني من 7 إلى 8 جنود صهاينة كانوا مسلحين ومدججين بالأسلحة، والمقاومين الفلسطينيين كانوا لا يحملون إلا سكين، هاجموا هذا الجندي الصهيوني المدجج بالسلاح ونفذوا هذه العملية. وهذا الاحتلال يدل على الارتباك الذي حصل عندما يعني بدأت صفارات الإنذار تدوي عندما وصلت هذه الصواريخ إلى أراضينا المحتلة. اليوم هي رسالة واضحة من الشعب الفلسطيني، نحن موحدون خلف أو في وحدة الساحات وخلف المقاومة الفلسطينية وخلف الكفاح المسلح وخلف محور المقاومة، ودمنا دمهم ووحدتنا وحدتهم وقوتنا قوتهم ونصرنا نصرهم. يعني اليوم نحن مصيرنا جميعه مربوط مع بعض الفلسطينيين ومحور المقاومة. نتحدث اليوم أيضا عن العمليات البطولية التي نفذها محور المقاومة. العراق عندما وصلت صواريخ الطائرات المسيرة لأول مرة، للعلم الاحتلال السجوني يتكتم على الخسائر التي تنم بهذه من هذه العمليات الفدائية التي العمليات البطولية التي تنفذ من محور المقاومة إن كان من العراق أو من اليمن. يعني اعترف الاحتلال السجوني قبل أيام قليلة بالطائرات التي وصلت إلى الجولان وإلى أراضينا المحتلة، واعترفوا بعدد من القتلى، وأيضا قبلها بأيام بسيطة كان هناك صواريخ وأيضا طائرة يافا التي وصلت من العزاء في اليمن ووصلت إلى أراضينا المحتلة. هذه الطائرات التي تقطع مسافات طويلة وتصل إلى أراضينا المحتلة دون وضحت الفكرة أستاذ عبد المجيد. هذه الرادارات، وكان
كان للعدو الصهيوني او لحلفائه، هذا يدل على تطور في محور المقاومه، وهناك يعني اخفاق عند الاحتلال الصهيوني، وايضا هناك يعني تراجع في المنظومه العسكريه عند الاحتلال الصهيوني. نعم امام محور المقاومه اليوم. نعم استاذ علي اذا كنت تسمعني. تفضل. نعم استاذ علي، يعني الان نعلم اننا نتوقع رد من الكيان الاسرائيلي على ايران، هل يستطيع الكيان تحمل هذه الجبهات المفتوحه عليه وجر نفسه لحرب مفتوحه مع ايران، ام ان حرب حزب الله تكفي حتى هذه اللحظه؟ هو اصلا خسر في غزه والان يخسر في لبنان. يحاول نتنياهو كما سبق وقد لقب هذا المجنون وحكومته المجنونة، يحاول أن يظهر ويظهر إلى العالم بأنه طاووس وقادر على أن يستهدف أي مكان على وجه هذه الكرة الأرضية محاط بدعم دولي تحت سردية أن هذا الكيان يتعرض إلى الإزالة، وهو نسق وهو نظر لهذه السردية. اليوم بعد الرد الإيراني الثاني على الكيان الإسرائيلي، بعد أن أضيئت سماء فلسطين المحتلة بالصواريخ الإيرانية، وأنا أؤيد جدا فكرة الرد الثاني مبني على معطيات الرد الأول الذي سخر منه بعض المطبلين والمطبعين وقالوا عنه مسرحية، لكن شتان ما بين أشخاص يسهرون الليالي ويقدمون كل ما يملكون في سبيل قضية، وآخرون يقومون بأشياء أخرى لا قيمة لها. بالعودة إلى السؤال، نتنياهو يريد أن يقول للعالم أنني أستطيع أن أضرب في يوم واحد اليمن، العراق، لبنان، سوريا وفلسطين، لكن هو كما قلت حتى الآن يتفوق فقط باستعماله F-35، والمقاومة بصبرها الاستراتيجي الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء، F-35 الذي يتسلح به نتنياهو ويقول أنا قادر على أن أستهدف أي مكان أريده، قد تتحول كما تحولت المركبة الجيل الخامس حتى إلى قبور متنقلة. هذه الطائرات لم تكن بمأمن إذا قام بهذه الحماقة. إذا ضرب الجمهورية الإسلامية في إيران، هل سيتحمل نتنياهو العواقب؟ أشار ضيفكم الكريم أن الجمهورية الإسلامية في إيران مساحتها كبيرة جدا، وبالتالي بنك الأهداف كبير جدا، ويحتاج إلى مئات الطلعات الجوية ومئات القذائف الخارقة للتحصينات وغيرها وغيرها، والإمكانيات يجب أن تكون مفتوحة. وبالتالي إذا وصل نتنياهو إلى هذا الحد معناته إعلان حرب عالمية كبرى تجاه إيران، وهو لن يحدث، لن أحد يستطيع أن يتحمل هذه العواقب. بينما الكيان المحتل بمؤسساته ومراكزه الحيوية ومفاعلاته ومراكز الطاقة ومؤسساته الحكومية والأمنية ومراكز المعلنة والغير معلنة فوق الأرض وتحت الأرض تكون أو تتمحور أو تتمركز إذا صح التعبير في مساحة جغرافية محددة صغيرة قادرة، وقدرة كما رأينا بأم العين الصواريخ الإيرانية، إذا فقط تحدثنا عن إيران، أنا لا أتحدث أن تنطلق فورا من إيران ومن لبنان ومن الجولان ومن العراق ومن اليمن. الاستهداف الجمهورية الإسلامية في إيران إذا حدث وكان يشكل خطر فعلي، هل السؤال أن ستبقى جبهات الإسناد متفرجة تنظر؟ طيب أنا لا ذلك. نتنياهو قد يشعل آخر أيامه ويقضي هو بقراره على الكيان الأرضي. أستاذ وائل، رح نرجع لموضوع حرب الطاقة، في حال نشوب حرب موضوع الطاقة وين رح يكون والعالم شلون رح يتضرر؟ يعني الحروب إذا وصلت إلى مستوى الحروب عالمية بالتأكيد أنه الآن لا توجد خطوط حمراء تجعل الطرف الآخر أن يلتزم بما لا تلتزم به إسرائيل ولا تلتزم به أمريكا. إذا ما تعرضت، أنا ليش قلت لك في سؤالك السابق أنه ردة الفعل الإيرانية متوقفة على الهجوم والرد الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران، إذا استهدفت مناطق الطاقة ومواقع الطاقة بالتأكيد أن الرد
سيستهدف كل في حال افترضنا المسموحة. أن الكيان سيستهدف مراكز الطاقة وإيران ردت على مراكز الطاقة، العالم شو راح يتضرر؟ يعني هو العالم بالتأكيد أن يعني حينها سنقول أننا دخلنا في حرب عالمية، وبالتالي هذا الأمر سيتعدى إلى موقف روسيا، سوف تحافظ على مصادرها للطاقة، تحافظ على تسويقها إلى الطاقة. هل من الممكن أوروبا أن تنجر إلى هذه الحرب؟ أوروبا أنا لا أتصور غاز. أوروبا الآن يعني بعد الحرب الروسية الأوكرانية يعني لا أتصور أنها تستطيع أن تقحم نفسها في حرب، بقدر ما مطلوب من عندها لربما يعني التزامات أخرى أزاء الدعم إلى إسرائيل أو إلى أمريكا. أول يوم فرنسا قالت أنا بعد ما أبي أسلحة للكيان مثلا، هذا من هذا أول الغيث يعني طبعا. إيه هناك مواقف، لأنه أوروبا إحنا لا نظل ننظر لها وكأنه هي القارة أو الدول التي تتمتع بحالة من المثالية. المشكلة أنه أوروبا تابعة للولايات المتحدة، بتليفون تقدر تجرهم لحروب. نعم هذا الأمر، لكنه أمامنا أوكرانيا هذه الداء اللي مدعومة من قبل الأمريكان والناتو وكل الدنيا. ما هو مصيرها الآن؟ كيف كانت يعني هاي خلال فترة الحرب مع روسيا، ما هو مصير حليفة الولايات المتحدة الأمريكية جزء مثال يعني أوكرانيا انموذجا كما يقال؟ إذن القضية الدول الأوروبية بعض الأحيان تعرف ما هي حدود وما هي أهداف الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا لا يعني الاستجابة لها بشكل كبير. لكن إذا ما تعرضت الحرب لا سمح الله ويعني أخذت منحى آخر فعلا تم استهداف فيها، أنت تتوقع راح تروح الحرب إلى منحى آخر؟ وباختصار يعني أنا من يعني من غير المتفائلين باستقرار المنطقة، أعتقد أنه ثمة حدث ينتظر المنطقة، لكن هل سترتقي يعني يرتقي هذا الحدث إلى مستوى حرب عالمية لا سمح الله؟ لكن المنطقة عموما دكتور هيثم راح نروح لحرب عالمية؟ أنا قلت أنه إذا بدأت حرب شاملة ستبدأ في منطقتنا وتنتهي في الباسفيك، وموقف فرنسا وأوروبا متباين، فقط فرنسا متباين عن أوروبا ليس من منطلق أخلاقي، وإنما فرنسا شركة توتال تستثمر في الغاز اللبناني، والآن تغيرت أهداف الحرب في لبنان حسب نتنياهو، هو يتحدث عن شرق أوسط جديد، يتحدث عن اتفاق ظالم حول حقول كاريش ليس موضوع الوصول إلى الليطاني، ويريد أن يستحوذ على لبنان وعلى سواحل لبنان والغاز اللبناني، وبالتالي تتضرر مصالح فرنسا التي تستثمر في شركة توتال بالغاز اللبناني. زين. الحقيقة هذه الحرب هي حرب يعني بدوافع الغاز والمال والطاقة من ناهبي العالم، ليس وراءها لا دوافع أخلاقية ولا إنسانية ولا أي اعتبارات للقانون الدولي. تتوقع هجوم الكيان سيكون هذه الليلة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ يعني من المرجح إذا كانت الليلة 7 أكتوبر مرجح أن يكون الليلة. نعم، الباحث في الشأن السياسي والأمني هيثم خزعلي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت بي. أيضا الباحث في الشأن السياسي الأستاذ وائل الركابي، حياك الله، شكرا جزيلا. من فلسطين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت بي. أيضا كان معنا من لبنان علي نكار الباحث في الشأن السياسي، رافقتك السلامة لك ولكل أهل لبنان، وشكرا لله على سلامتك، لك الشكر الموصول. إذا مشاهدينا، ختام محور حديث حلقتنا لهذا اليوم سيكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول مرور عام على طوفان الأقصى، لنتابع.
الحصاد انتهى. شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.